طب ايه رأيك في فكرة اعتماده شوية او الدفع ببعض الناشئين، سواء شفنا العربي بدر او شادي رضوان وقال انه ارميهم في البحر مع القروش وهم يعرفوا يعوموا؟ لا هو مش يرمون في البحر. انا عايز اقول لك انا بتبسط جدا يعني لما يبقى في حد من ناشئين النادي الاهلي بيطلع مع الفريق الاول ويتمرن، لان الواحد بيفكر يعني بيستعيد الذكريات ان هو كان في الفتره دي برضو بدا يطلع فريق اول ويتمرن ومع نجوم برضو كبيره، وفي نفس الوقت ان انا لما اخد فرصه في وسط الكوكبه دي او في وسط الاحداث دي واظهر بشكل مميز، دي بتديني دافع ان انا بعد كده مش هقول لك بقى ان انا هرضى ان انا اقعد على الدكه او ان انا اجي مع الفرقه بشكل مشرف وخلاص وانا جيت وحضرت. لا، انت يا كابتن كنت مع ناس اكبر منك برضو في الاهلي، صح؟ انا ظهرت مع الجيل الذهبي زي ما بيقولوا كده، كابتن ابو تريكه وكابتن محمد بركات وكابتن وائل جمعه، اتعلمت من الناس دي حاجات كتير يعني الحمد بس لله. بس بيبقى ضغط برضو ان انت بتلعب مع نجوم كبار وعايز تبان. اكيد ضغط عصبي كبير، ان انت يعني الواحد بيفكر في مليون تفكير. بس اساس زي ايه مثلا؟ يعني اساس تفكيرات كلها ان انا عايز اظهر في وسط الكوكبه دي، عايز اسمي يتلمع زي اسم الناس دي، عايز اظهر باقل الاخطاء، الناس اللي هي تشاور عليا تقول مثلا لا والله اللعيب ده عبد الله جلال يعتمد عليه بشكل كبير، مش شكل ان انا زي ما قلت لحضرتك كده اللي هو ايه انا جاي النهارده هقعد على الدكه او جاي النهارده مكمل مع الفرقه وخلاص. بس الحمد لله في ظل ان العدد والتخمه اللي كانت النجوم كان في خط الدفاع او في الفرقه بالكامل، حاول الواحد الحمد لله مع الاجتهاد وشويه والمثابره الحمد لله الواحد قدر يظهر في وسط الناس دي كلها الحمد لله.